عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنستكمل موضوعنا في الاقتران الأسي. نتوقع منك عزيزة الطالبة في نهاية هذه الحصة أن تعرف الاقتران الأسي الطبيعي، أن تمثل الاقتران الأسي الطبيعي بيانياً، أن تعددي خصائص الاقتران الأسي الطبيعي. أولاً سنتعرف على الاقتران الأسي الطبيعي. ما هو الاقتران الأسي الطبيعي؟ الاقتران الأسي الطبيعي هو اقتران أسي أساسه العدد هاء، حيث هاء عدد غير نسبي ويسمى العدد الميميلي ويساوي 2.72% لأقرب منزلتين عشريتين. يكتب الاقتران الأسي الطبيعي على صورة قاف س يساوي هاء س. هذا بالنسبة لتعريف الاقتران الأسي الطبيعي وكيف أكتبه على صورة قاف س يساوي هاء س. الآن نتطرق مع بعض على النشاط هذا. أوجد قيمة ما يلي باستخدام الآلة الحاسبة. كيف أنا بدي أوجد قيمتي باستخدام الآلة الحاسبة؟ طبعا أول حاجة طالب مني هاء تربيع. هاء تربيع كيف أنا بدي أوجد قيمتها على الآلة الحاسبة؟ طبعا في عندي عدة خطوات. الخطوة الأولى كيف بدي أعمل؟ أضغط على شيفت. بعدين في عندك على الآلة رمز الليم في فوق اي اس مربع. اي اس مربع يعني هاء، الاي على الآلة هي نفسها الهاء. يبقى الهاء الهاء على الآلة الحاسبة رمز الاي. يبقى الخطوة الأولى كيف بدي أكتب هاء تربيع على الآلة؟ بكتب شيفت. بعدين رمز الليم اي اس فراغ. بضغط على الاثنين حيطلع علي، هيكتب لي 2 اس 2. بعدين حكتب يساوي، هيطلع معي الناتج 7.389 اف. هذا الناتج مقرب لاقرب 3 منازل عشري. السؤال الثاني، ها اس 4 زائد 2، نفس الخطوات حنعمل. كيف بدي اكتب على الاله ها اس 4؟ يعني ها اس 4 بكتبها على الاله اي اس 4. نبدا اول حاجه شيفت، بعدين رمز الليم اي اس فراغ، بعدين حكتب 4، هيظهر عندي اس 4. بعد ما يظهر عندي اس 4 طبعا في عندي بعد هيك زائد 2، هنزل المؤشر للاسفل عشان ما يسمعش في الثاني بلس، هسحب المؤشر للاسفل، بعدين هكتب زائد 2 اضغط يساوي، هيدفع لي الناتج 56.598 الف، برضه مقرب الناتج لاقرب منزلتين عشريتين. كيف بدي اوجد قيمه هاء اس سالب 2 زائد 3؟ برضه هنمشي نفس الخطوات، يعني بدي اكتب على الاله اي اس سالب 2. تكتب اي اس سالب 2 شيفت، بعدين ليم، هضغط على سالب 2 هيكتب لي فوق 2 اي اس سالب 2. طب بعد ما يكتب لي اي اس سالب 2 هنزل المؤشر للاسفل عشان اجمع 3، ما اجمعش الثلاثه للوسط، اجمعها لهاء اس سالب 2. هكتب زائد 3 هيطلع معي الناتج 3 صحيح فاصل 135 من 1000 لاقرب 3 منازل عشريه. برضه كيف بدي اكتب 4؟ جذر الهاء زائد 1. انتبه انه جذر الهاء الهاء اس 1 هاء، ما فيش اس، يعني الاس 1 عندي. كيف بدنا نكتبها على الاله الحاسبه؟ يعني كاني بدي اكتب 4 الجذر التربيعي للاي زائد ناقص 5. اول حاجه هكتب 4، بعدين هضغط على الجذر، بعدين شيفت رمز الليم هيطلع لي الجذر التربيعي لاي اس فراغ. الجذر التربيعي لاي اس فراغ اضغط 1 هيكتب لي على الاله الجذر التربيعي لاي اس 1. اي اس 1 هي نفسها هاء اس 1. طيب بعد هيك هنزل المؤشر للاسفل عشان اكتب ناقص 5. يبقى هنزل المؤشر هكتب ناقص 5 يساوي، هيطلع لي الناتج 1 صحيح فاصل 594 من 1000، برضه الاقرب من 3 منازل عشريه. هيك بنكون تعرفنا على تعريفه وعرفنا كيف نوجد قيمته باستخدام الاله الحاسبه. الهدف الثاني في درسنا ليش امثل الاقتران الاسي بالطبيعي بيانيا؟ عشان امثل بيانيا لازم اخذ قيم كلاسيك. كيف لو اخذنا 3 نقاط؟ يبقى كيف بدي امثل عندنا نشاط هذا نشاط 9 صفحه 64، كيف امثل الاقتران الاسي الطبيعي بيانيا؟ قلنا هو عباره عن قاف س يساوي هاء اس س. كيف انا بدي امثل بياني؟ كيف لو اخذت 3 نقاط في المنحنى؟ اخذ 1 0 سالب 1 وتعوض عن القيم هذه مكان س. طبعا الهاء ما هي معروفه قيمتها، الهاء قلنا 2.72 لاقرب منزلتين عشريتين، يعني هو حيكون قاف س لو انا بدي اكتب عباره عن 2.72 اس س اللي هي الهاء 2.72، بتعوض مكان القيم هذه مكان س. لما اعوض مكان س 1 2.72 من 100 اس 1، اي عدد اس 1 حيضل نفسه، يبقى حيطلع 2.72. لو انا عوضت مكان س 0، 2.2 من 72 اس 0، اي عدد اس 0 جوابه 1. طب لو عوضت مكان س سالب 1، 2.72 اس سالب 1، اس سالب بنصبه في المقام عشان يصير موجب، عباره عن 1 على 2.272 اس 1. طبعا اي عدد اس 1 جوابه نفسه، هيضل 1، يبقى 1 على 2.
كمان مرة واحد واثنين واثنين سبعين على محور الصدمة. طيب صفر واحد هي صفر واحد وسالب واحد وأربعة من عشرة، أربعة من عشرة أقل من النص، سالب واحد وأربعة من عشرة، ووصل المنحنى. المنحنى لا يقطع محور السينات، لأن الاقترانات الأسية لا يقطع منحنى محور السينات، إنما يقطع محور الصدمة. طيب نطلع على المنحنى هذا، هذا عبارة عن منحنى غير أسي، المنحنى من المنحنى الأسي الطبيعي. طيب بعد ما مثلنا له نتعرف على خصائصه. أول حاجة ما هو المجال وما هو المدى؟ المجال عبارة عن قيم سين، عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية. المدى عبارة عن قيم صاد، عبارة عن أعداد الحقيقية الموجبة. الخاصية الأولى له أن المجال قيم سين عبارة عن الأعداد الحقيقية، المدى عبارة عن قيم صاد الأعداد الحقيقية الموجبة. الخاصية الثانية أن المنحنى يقطع محور الصادات في النقطة 0-1. إذا الخاصية الثانية أن يقطع محور الصادات في النقطة 0-1. الخاصية الثالثة لو أننا اتطلعنا على قيم سين، هل كل ما زادت قيم سين بنطلع على قيم سين بتزيد صاد ولا بتقل؟ قيم سين سالب 1 0-1 قيم سين بتزيد. طب بنطلع على قيم صاد هل بتزيد ولا بتقل؟ قيم صاد بتزيد 4 من 10 1 2 2 70. وكل ما زادت قيم سين زادت قيم صاد، بسميه اقتران متزايد. هذه هي خصائص منحنى الاقتران الأسي الطبيعي. طبعا زي ما انتم شايفين فيه هذه نفس خصائص المجموعة الأولى، لما يكون الاقتران الأسي أساس وألف أكبر من واحد، لأنه زي ما انتم شايفين هذا الأساس عبارة عن 2.72%، يبدو هذه نفس خصائص المجموعة الأولى اللي حكيناها في الحصة السابقة عندما يكون الأساس أكبر من واحد. ما ينطبق على الاقتران المجموعة هذه، ينطبق على الاقتران الأسي الطبيعي لأنه أساسه أكبر من واحد. هيك انتهينا من درسنا الاقتران الأسي ومعاكم النشاط البلدي. سؤال 4 صفحة 65 بتحلوا لي اياه وبعثوا لي اياه على الصف الثاني.